شاء الله راح نبدا في chapter 3 ماشي اللي هو عنوانه calculations with chemical formula and equations. واضح. يعني في هذا الشابتر راح نغطي المواضيع التالية. يعني بشكل أساسي راح نحسب نتعرف كيف ممكن نحسب عدد المولات ماشي. راح نحسب الفورمولا ويت موليكولار ويت ماشي. راح نتعرف بعديها على الماس بيرسنتج إليمنتال أناليسز. بعديها راح ننتقل للكيميكال فورمولا ديترمينيشن للكيميكال فورمولا. طبعا الكيميكال فورمولا بنقسمها لقسمين اللي هي امبيريكال فورمولا وموليكيولار فورمولا. طبعا الكيميكال فورمولا بتكون عندي اللي هي الصيغة الأولية ماشي اللي هي أبسط نسبة بتكون بين العناصر ماشي. أبسط نسبة صحيحة طبعا ماشي. ومن ثم راح ننتقل للموليكيولار فورمولا اللي هي الصيغة الحقيقية للمركب. واضح. واخر شيء في الشابتر راح نحكي على اللي هي الليميتنج رياكتنت بيرسنتج ييلد والثيوريتيكال ييلد والاكتوال ييلد. راح نتعرف على كيف نحسبهم. فهذه المواضيع اللي راح نغطيها في الشابتر. بدايه زي ما حكيت لكم راح نبدا في نحكي عن المول. طبعا احنا مرت معنا هذه الكلمه اللي هي اي ام يو اللي هي اتوميك ماس يونت وحده كتله ذرية. واضح. طبعا واحد على 12 of the يعني كيف بنعرفها اللي هي واحد على 12 mass of the carbon 12 isotope ماشي. طبعا ذرة الكربون ماشي الكتلة إلها اللي هي 12 AMU. واضح. وحدة كتلة ذرية. طبعا احنا كمان شوي لما نيجي على المولر ماس ماشي راح نعرف انه المولر ماس اللي هي عبارة عن ماس of one مول ماشي. فراح تكون عندي الوحدة هون اللي هي جرام لكل مول. واضح. مرت علينا كمان كلمة اللي هي اتوميك ماس اللي هي عبارة عن الماس of an atomic mass unit ماشي. وزي ما حكينا انه كتلة واحد أتوم من الكربون ماشي بتكون عندي عبارة عن 12 AMU. أكسجين مثلا 1 أتوم of oxygen 16 AMU. نيتروجين 14 AMU 1 أتوم of nitrogen. طبعا الأفريج ماس أتوميك ماس اللي هي عبارة عن الأفريج of all the natural occurring isotope of the element ماشي. وبتصور حكينا عنها قبل انه مثلا يعني لو كان عندي مثلا كلور 35 فبيكون عندي هنا النسبة له 75%. كلور 37 بيكون عندي 25%. واضح. طبعا على الجدول الدوري بتلاقوا الاتوميك ماس للكلور 35.5. طبعا هذا الرقم من وين جاي؟ جاي من ال 35 في ال 75% زائد 37 في 25% بتعطيني 35.5 ماشي. طبعا ال 1 اتوم من السي ال بتكون كتلتها 35.5 AMU ماشي اللي هي الافريج اتوميك ماس. طبعا شو المقصود بالناتشرالي اوكيرنج ايسوتوبس ماشي اللي هي بتكون موجوده في الطبيعه. طبعا في عندنا ايسوتوبس بيحضروها مخبريا ماشي. طبعا هذه ما بتدخل في نسبه التحضير اللي الافريج اتوميك ماس اللي بدخل اللي هي الناتشرالي اوكيرنج. واضح. فإذا بدي أحسب كمان مرة هون الأفريج أتوميك ماس للليثيوم بضرب هذه في هذه وهذه في هذه ماشي. فبتعطيني الأفريج أتوميك ماس ماشي للليثيوم.
واضح زي ما حكينا طبعا بتكون عندي هذه اللي هي 6.941 اللي هي AMU واضح طبعا تعرفوا من الجدول الدوري يعني احنا حكينا سابقا طبعا الاتوميك ويتس اللي بتكون موجودة هون هذه الارقام عبارة عن الافريج اتوميك ماس طبعا الارقام اللي من فوق هذه بتكون عبارة عن اتوميك نمبر اللي هي عدد البروتونات واضح وكمان شوي اذا بدي احسب انا عدد المولات طبعا بدي اقسم على الاتوميك ويت ماشي فالاتوميك ويت اللي باخذه اقسم عليه اللي هو هذه الارقام اللي بتكون موجودة هون هون اللي هي عدد البروتونات بس بدي احسب كتلة المركب مركبات ماشي الان في عنا راح نستخدم مصطلحين فورمولا ويت وموليكولار ويت واضح فورمولا ويت وموليكولار ويت شو الفرق بينهن طبعا راح تلاحظوا انه في بنحسب لهم نفس طريقة الحساب ماشي يعني هنا الفورمولا ويت اللي هي السم اوف اتوميك ويتس فور ذا اتومز ان ا كيميكال فورمولا طبعا الكيميكال فورمولا احنا عرفناها سابقا عبارة عن حروف ورموز وارقام عفوا الرموز بتشير للذرات او للعناصر والحروف والارقام بتشير لنسب الذرات لبعض واضح الفرق بين الموليكولار ويت والفورمولا ويت ماشي الفورمولا ويت اذا كان عندي مركب ايوني ماشي بسأل عنه what is the formula weight واضح اذا كان عندي مركب جزيئي بسأل what is the molecular weight ماشي يعني مثلا NaCl بدي كتلته واضح فبسأل what is the formula weight of sodium chloride واضح طريقة الحساب راح تلاحظوا انه نفسها باخذ كتلة الصوديوم زائد كتلة الكلور بينما لو كان عندي ماء بسأل عنه what is the molecular weight لانه مركب جزيئي وفي روابط تساهمية مش روابط ايونية واضح وبنفس الطريقة باخذ مجموع الاتوميك ويتس للهيدروجين والاكسجين حتى احسب الموليكولار ويت واضح فالفورمولا ويت هون واضح مجموع الاتومز فباخذ السي اي من الجدول الدوري كتلته 40.1 ماشي السي ال 35.5 ولانه عندي ذرتين ماشي من الكالسيوم فبضرب في 2 فبكون عندي كتله السي اي سي ال 2 اللي هي 111.1 AMU واضح زي ما حكيت لكم الموليكولار ويت نفس الاشي sum of the atomic weight of the atoms in molecule ماشي مركب جزيئي في روابط تساهمية ماشي فمثلا بسأل what is the molecular weight of ethane طبعا إذا طلعنا على الجدول الدوري بتكون كتلة الكربون 12 وعندي ذرتين فبضرب في 2 الهيدروجين هنا عندي كتلته 1 فبضرب في 6 فبكون عندي المجموع 30 AMU واضح مهما كان المركب فباخذ مجموع كتل الذرات الآن في عنا كمقدمة للكيميكال فورمولا ماشي ما يسمى بالبيرسنتج كومبوزيشن طبعا البيرسنتج كومبوزيشن هنا حتى يعني بنقصد بشكل رئيسي الماس بيرسنتج كومبوزيشن اللي هي بالعربي النسبة المئوية الكتلية واضح طبعا النسبة المئوية الكتلية شو تعريفها ماشي تعريفها انه بناخذ مثلا كتلة العنصر على مجموع الكتل ضرب 100% واضح طبعا اذا كان عندي مركب مثلا H2O
بدي النسبة الكتلية المئوية للهيدروجين، فباخذ كتلة الهيدروجين على كتلة المركب كامل H2O. طبعا باخذ الهيدروجين كامل، يعني باخذ 2 على 18 ضرب 100%، واضح؟ طبعا بتعرفوا كمان انه مجموع النسب المئوية هذه بتكون ايش؟ 100%، واضح؟ فناخذ مثلا مثال الايثين كمان مرة، ماشي؟ طبعا لاحظوا اذا بدي نسبة الكربون، ماشي؟ طبعا قبل شوي حسبنا له الكتلة الموليكولار ويت، ماشي؟ عندي ذرتين كربون 24 و6 هيدروجين، فبتكون الكتلة كاملة كم؟ 30. كتلة الكربون 2 في 12 24 ضرب 100%، فبكون عندي نسبة الكربون هون 80%. نسبة الهيدروجين، ماشي؟ طبعا بتكون 6 في 1 على 30، فبتكون 20%، واضح؟ او ممكن نحكي ايش؟ نسبة الهيدروجين بتساوي 100% ناقص 80% اللي هي للكربون، فبتساوي 20%، واضح؟ طبعا هذه يعني لايش بنستفيد منها؟ نستفيد منها كمان شوي مثلا لما نيجي نحكي على الكيميكال فورمولا، واضح؟ طبعا في الكيميكال فورمولا يعني اي كيميائي مثلا بيحضر مركب جديد، واضح؟ بيكون اصلا عارف شو العناصر الموجوده عنده، صح؟ يعني مش معقول مثلا نبدا في كلور وفي الاخير انتهي في كربون مثلا، واضح؟ فببدا مثلا بكلور ونيتروجين واكسجين، بدي انتهي بكلور ونيتروجين واكسجين، بس ايش اللي بيكون مش معروف؟ بيكون مش معروف اللي هي نسب هاي الذرات لبعض. فالكيميائي بيعمل elemental analysis، تحليل عناصر، ماشي، حتى يعرف نسب هذه العناصر لبعضها، واضح؟ طبعا ديروا بالكم يعني بالنسبة لل زي ما حكيت لكم هنا، يعني في عندي mass percentage، في عندي مول بيرسنتج، في عندي فوليوم بيرسنتج، ماشي؟ يعني المول، مول بيرسنتج المولات على المولات الكلية، واضح؟ ضرب 100%. الفوليوم نفس الشيء، إذا كان عندي سوائل مثلا وخلطتهم مع بعض بكون عندي الفوليوم على التوتال فوليوم ضرب 100%، ماشي؟ ننتقل على الموضوع الثاني الرئيسي اللي هو المولات، واضح؟ طبعا شو تعريف المول؟ ماشي، المول يعني اي مول من اي مادة بيساوي عدد افوكادرو، واضح؟ هو وحدة قياس. يعني اذا جينا مثلا نسأل كم مول واحد مول من الطلاب ايش بيساوي؟ بيساوي عدد افوكادرو من الطلاب، ماشي؟ مول مثلا من السيارات عدد افوكادرو من السيارات. طبعا احنا هنا راح نتعامل مع ايش؟ مع مواد كيميائية. المواد الكيميائية فيها أتومز، موليكيولز، أيونز، واضح؟ فراح يكون عندي واحد مول أتوم من الأتومز عدد أفوكادرو من الأتومز، واحد مول من الموليكيولز عدد أفوكادرو من الموليكيولز، والأيونز نفس الطريقة عدد أفوكادرو من الأيونز، واضح؟ فهذا اللي هو تعريف المول، واضح؟ زي ما حكينا a unit to count number of particles، يعني زي مثلا ما بنحكي دزينة من الطلاب 12، ماشي، دزينة من المباني 12 مبنى مثلا، واضح؟ نفس الطريقة في عندي اللي هو المول، ماشي، اللي هو عدد أفوكادرو. فعبارة أبو المول the amount of substance، ماشي، that contains as many as elementary entities there are atoms in exactly 12 grams of carbon، ماشي، وكل واحد مول زي ما حكينا، طبعا هذا ال NA اللي هي افوكادروز نمبر، ماشي، فبيساوي 6.02 في 10 قوة 23 اتوم موليكيول ايون وهكذا، واضح؟ زي ما حكيت لكم الآن، يعني احنا كنا قبل شوي نعبر عن الكتل بـ AMU، ماشي؟
طبعا الان راح نصير نستخدم مع المول اللي هي مولر ماس، ماشي. وزي ما حكيت لكم المولر ماس هي عباره عن الماس اوف 1 مول من اي شيء بنحكي عنه، مولكيول، اتوم او اي، واضح؟ طبعا بالجرامات. فمثلا 1 مول كربون 12 اتوم، ماشي. طبعا في عدد افوكادرو من الذرات، وكل هذا الكم الهائل من الذرات كتلتهم كم؟ 12 جرام، واضح؟ فمثلا بقدر اعرف كتلة الون اتوم، ماشي. يعني هون باجي بحكي الون اتوم هون كتلتها كم؟ واضح؟ فبتكون 1 في 12 على عدد افوكادو، بتكون عندي كتلة الون اتوم، واضح؟ لو كان عندي 1,000,000 اتوم نفس الطريقة، عدد افوكادرو بيساوي 12 جرام، ماشي. هل 1,000,000 اتوم كم بيساوي؟ 12 في 1,000,000 على عدد افوكادرو، واضح؟ فهذا اذا بدي اوجد كتلة الون اتوم او كتلة عدد من الاتومز، واضح؟ طبعا اذا كانت يعني هون ايش علاقة الـ AMU مع افوكادرو؟ طبعا اذا كانت الـ 1 كربون اتوم فيها 12 AMU، الـ 1 مول بيكون عندي 12 جرام اللي هي المولر ماس اوف كربون، فبيكون عندي 12 جرام لكل مول، ماشي. الاكسجين مثلا 16 جرام لكل مول، واضح. الليثيوم 6.94 جرام لكل مول اوف ليثيوم، ماشي. فلاي اتوم، لاي اليمنت، ماشي، الاتوميك ماس بتساوي اللي هي المولر ماس بالجرامز، واضح. اتوميك ماس بالاي ام يو بتساوي المولر ماس بالجرامز، واضح. وهنا كمان يعني كمان مره مثلا لاحظوا لل AMU اللي هي عبارة عن للكربون 12 AMU، ماشي. فزي ما حكينا كل واحد AMU بيساوي 1.66 في 10 قوة ناقص 24 جرام، ماشي. فكم لاحظوا هون، ماشي، هذا الواحد مول وزنه اللي هو ايش؟ 12 جرام، واللي هو طبعا بيكون عندي اللي هو عدد أفوكادرو، وبالتالي بيكون عندي الواحد مول فيه هذا العدد من الذرات، ماشي. وكتلة الواحد مول بتساوي اللي هي ايش؟ 12 جرام. هون عندنا يعني بعض الأمثلة، مثلا 1 مول اوف كربون سلفر ميركوري سي يو اف اي كأمثلة. طبعا هنا يعني طلعوا يعني هنا الواحد اي ام يو، ماشي، كتلته 1.6 في 10 قوة ناقص 24 اللي هي 1 على عدد أفوكادرو، ماشي، واللي هي 1 جرام، ماشي. لاحظوا كتلة 1 AMU اللي هي 1 على عدد أفوكادرو، كتلة الجرام الواحد، ماشي، عدد أفوكادرو من الـ AMU، واضح؟ طبعا هنا كمان برجع اعرف لنا المولر ماس زي ما حكيت لكم اللي هي عباره عن مول جرام لكل مول، ماشي. مثلا زي ما حكيت لكم how many atoms are in 0.55 جرام of potassium، واضح. يعني مش شرط دائما يكون عندي واحد مول ولا عندي الكتله الموليه مثلا 12 جرام، ماشي. طبعا بنفس الطريقة يعني هون بنحكي الواحد مول من البوتاسيوم كتلته كذا، ماشي. هذه الكتلة فيها عدد أفوكادرو من الذرات، فالنص جرام، ماشي، 0.55 جرام فيها كم، واضح. هذه كتلة الواحد مول، واضح. فهذا الواحد مول في كم؟ 6.02 في 10 قوة 23 أتوم. فهذه الكتلة اللي هي 0.55
1 فيها كم اتوم؟ واضح ال1 مول في عدد افوكادرو. ماشي طبعا واضحة هذه. ماشي يعني هون يعني نفس الطريقة 55% على 39 ضرب عدد أفوكادرو، يعني كأنه هون بنعمل ضرب تبادلي. واضح؟ بس إيش هون بيوضحها؟ لاحظوا يعني هاي ال 0.55 جرام كي، الكتلة المولية 1 مول لكل 39 جرام، فجرام مع جرام بتروح بيضل عندي الواحد مول. هسا كل واحد مول في عدد أفوكادرو من الأتومز، ماشي، فالمول مع المول بيروح بيضل عندي إشارة إيش؟ إنه عدد الأتومز اللي هي هاي. طيب هون اللي هي using moles، ماشي، طبعا المول زي ما شفتوا هو عبارة عن جرام لكل، ماشي، أو عفوا مولر ماس هي عبارة عن جرام لكل مول، ماشي، فهي عبارة عن يعني المول، واضح، عبارة عن الماس على المولر ماس، واضح. طبعا هذه وحدتها جرام، هذه جرام لكل مول، فالجرام مع الجرام بتحول لإيش؟ مول، واضح. طبعا لاحظوا الآن يعني ممكن أحول الماس لمول أو المول لماس، ماشي، بهذه الطريقة. واضح؟ فالمول هون provide bridge from the molecular scale to the real world scale. Number of moles correspond to the number of molecules. One mole of any substance has the same number of molecules. طلع عندي مثلا هون هسه على النيتروجين مثلا، ماشي، النيتروجين غاز، ماشي، شو صيغته؟ N2، ماشي، فهون بنسأل how many molecule in one mole of nitrogen، ماشي، يعني إذا بنحكي كلمة نيتروجين غاز معناته بعبر عنها ب N2، واضح؟ إذا بحكي نيتروجين أتوم بعبر عنها ب N، واضح؟ فالآن ال1 mole of نيتروجين في عدد أفوكادرو من الموليكيولز، واضح؟ طيب ال1 مول اوف نيتروجين في كم نيتروجين اتوم؟ 2 في عدد أفوكادرو، لأنه كل واحد مول نيتروجين بيعطيني ايش؟ 2 مول نيتروجين اتوم، ماشي؟ فعدد الأتوم بتكون ضعف عدد الموليكيولز، واضح؟ هذا الكلام هون، ماشي، يعني إذا بسأل عن أتوميك نيتروجين بيكون عندي عدد أفوكادرو من الأتومز، ماشي، إذا كان عندي N2 معناته موليكيول بيكون نفس الإشي عدد أفوكادرو من الموليكيولز، ماشي، والN2 مع الأتوم شو علاقتها؟ كل واحد موليكيول بيكون في عندي 2 أتومز، فالواحد مول موليكيولز بيكون عندي 2 في عدد أفوكادرو من الأتومز، واضح؟ ونفس الطريقة مثلا عندكم هون، مثلا لو جيتوا تاخذوا BACL2 أو جيتوا تاخذوا مثلا AG والAG بلس بيكون نفس العدد، كل واحد مول من الAG في عدد أفوكادرو من الأتومز، كل واحد مول من الاي جي بلس بيكون في عدد افوكادرو من الايونز. طبعا هون بي اي سي ال2 بيكون عندي ايش؟ كل واحد مول من هون في عدد افوكادرو من الباريوم، واضح، وفي 2 في عدد افوكادرو من السي ال ماينس، واضح. يعني بنفس الطريقه مثلا لو جينا هون على واضح، يعني مثلا لو كان عندكم إيثانول C2H5OH وعندي هنا واحد مول، ماشي، كم
هيدروجين اتوم في عندي 5 ولا 6 6. كل واحد مول ايثانول في 6 مول هيدروجين، فعدد الهيدروجين اتومز 6 في عدد هوكاد. الاكسجين 1، فيكون نفس عدد المولات اللي هو عدد أفوكادو. كربون ضعف، كل واحد مول إيثانول في 2 مول كربون، فبيكون في 2 في عدد أفوكادو إيش أتومز. واضح؟ طبعا هاي كيف يعني، وكيف ممكن نحسب الموليكولر ماس أو اللي هي الموليكولر ويت زي ما حكينا قبل شوي، ماشي، اللي هي بتكون عندي مجموع الأتوميك ويت. فمثلا في هذا الجزيء عندي ذرة كبريت وذرتين أكسجين، فكتلة الكبريت 32 وكتلة الأكسجين 16 في 2، فبيساوي عندي 16.64 AMU. واضح؟ طبعا نفس الفكرة، حلينا مثال مثله إنه how many hydrogen atom in 72.5 gram of C3H8O. واضح؟ طبعا لاحظوا ال1 مول من هاي الماده في 3 في 12 8 في 1 زائد 16، فبكون عندي 60 جرام. ماشي. طبعا لاحظوا كمان انه الواحد مول في 8 مول هيدروجين، ماشي، والواحد مول هيدروجين ماشي في عدد افوكادرو. بس انا طبعا ايش في هاي الماده يعني عندي واحد مول ولا لا؟ واضح يعني هون هل 72.5 بيساوي 1 مول؟ واضح؟ طبعا حتى اوجد عدد المولات بحكي الكتلة على الكتلة المولية، يعني هون عدد المولات هون بيساوي 72.5 على 60، ماشي؟ طبعا بتطلع يعني تقريبا 12 على 60 اللي هي 5.2 تقريبا 1.2 ماشي مول. 60 جرام ليش 60 جرام؟ كيف؟ ليش 60 جرام؟ لأنه المولر ماس لهاي الصيغة 60، ماشي؟ جرام لكل مول لازم. كيف؟ مش جرام لكل مول؟ ما هي الواحد مول هون، واحد مول من هاي المادة كتلته كم؟ 60 جرام، هي عبارة عن 60 جرام لكل واحد مول، ماشي؟ طبعا بعد ما نوجد عدد المولات يعني هو الأسهل إنه الواحد يحكي. طبعا الآن هذول المولات ماشي من المركب هذا الموجود عندي، فطبعا بتكون فيها 8 مولات من الهيدروجين، مزبوط؟ يعني هذه بتكون ضرب 8 بتعطيني إيش؟ مول H. واضح؟ عدد الهيدروجين اتومز بده يكون عندي هذا الرقم الموجود هون في عدد أفوكادو في N. طبعا المفروض يعطينا هون نفس الجواب. واضح؟ طبعا هون نشتغلهم في خطوة واحدة. واضح؟ لاحظوا جرام مع جرام، مول مع مول، مول كمان مع مول، ماشي. طبعا لاحظوا زي ما حكيت لكم كل واحد مول من هذه المادة في 8 مولات هيدروجين، ماشي. فالرقم هذا كله بيعطيني مولات ال H، مزبوط، ضرب عدد أفوكادرو بيعطيني هيدروجين أتوم. اللي هو 5.82 في 10 قوة 24 أتوم في 72.5 جرام. طبعا هذه الفورمولا اللي كنا حكينا عنها فورمولا ويت، زي ما حكينا طبعا هذه بنستخدمها للمركبات الايونية، ماشي. طبعا زي NaCl، ماشي، فباخذ كتلة الصوديوم وكتلة الكلور. واضح؟ What is the formula mass of Ca3PO4 الكل 2، ماشي. طبعا لاحظوا هون عندنا 3 مولات من الـ CA، ماشي، عندي
2 فوسفور وعندي 8 أكسجين. فبرجع للجدول الدوري بطلع على كل أتوميك ويت لكل ذرة من هاي العنصر من هاي العناصر ماشي. صوديوم 40 بضمها فيه 3، الفوسفور 30.97، الأكسجين 16 ماشي. فبيكون عندي 30.318 AMU. واضح؟ طبعا جزء هذه الرسمة عرضناها قبل هيك للماس سبكتروفوتوميتر طبعا اللي هي بنطلع منها كتلة العناصر. واضح؟ هاي كمان مثال على البرسنتج كومبوزيشن ماشي. يعني زي ما حكينا بكون عندي الماس لكل عنصر على التوتال ماس اللي هي المولر ماس. واضح؟ فزي ما حكينا طبعا المفروض في الاخير يكون عندي مجموع الماس بيرسنتج 100%. بس اخر نقطة مثلا في الماس بيرسنتج ماشي، يعني لو كان عندي مثلا مادتين رمل مثلا او ملح وسكر ماشي، وكان عندي مثلا من السكر مثلا 10 جرام والملح مثلا سولت كمان 10 جرام. واضح؟ طبعا الماس خلطناهن مع بعضهن، طبعا الماس بيرسنتج لكل واحد راح تكون 10/20 ماشي. يعني هنا مش راح نتعامل مع الكتل المولية، هون عندي كتل ماشي، فبتعامل مع هذه الكتل المجموع 20 ماشي. فبيكون عندي نسبة السكر هون واضح الشجر اللي هي 10/20% ماشي، فبتساوي 50%. واضح؟ لو كان عندي مثلا كمان يعني من هذا المركب مثلا ماشي، اجا واحد حكالي عندك 50 جرام ماشي C2H6. واضح؟ كم جرام كربون فيه؟ How many ماشي جرام C in this sample. واضح؟ ولا عدد المولات ولا ما يحزنون، عندي النسبة المئوية للكربون ضرب كتلة العينة. واضح؟ أنا عندي 50 جرام، هذول 50 جرام عبارة عن كربون وهيدروجين، أكيد راح تكون كمان كتلتهم لبعض ماشي نفس كتلة إيش أو نفس النسب المئوية. واضح؟ يعني هون عندي 80 لـ20، وهذه راح تكون كمان نسبتها 80/20. فبتكون عندي كتلة الكربون البيرسنتج اللي طلعتها هون اللي هي 80/100/50، هذه جرام سي ماشي. فبتكون عندي اللي هي طبعا واحد هون 40 جرام، وبيضل عندي طبعا ايش 10 جرام هيدروجين. واضح؟ هذه بالنسبة لمحاضرة اليوم. المرة القادمة إن شاء الله بنكمل على الفورمولا وعلى الكيميكال فورمولا.